أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إني نويت بصلواتي على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتعظيما لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمؤمنين بما قال الله العظيم: وبشر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للذاكرين بما قال الله العظيم فاذكروني أذكركم، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للعاملين بما قال الله العظيم:
بما قال الله العظيم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأوابين بما قال الله العظيم فإنه كان للأوابين غفورا لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للتوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخلصين بما قال الله العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخائفين بما قال الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتقين بما قال الله العظيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخبتين بما قال الله العظيم وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات
ورحمة وأولئك هم المهتدون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للكاظمين بما قال الله العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتصدقين بما قال الله العظيم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمنفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العظيم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أدعوني أستجب لكم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصالحين بما قال الله العظيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمبشرين بما قال الله العظيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للفائزين بما قال الله العظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للزاهدين بما قال الله العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأميين بما قال الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصطفين
للمصطفين بما قال الله العظيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمذنبين بما قال الله العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمستغفرين بما قال الله العظيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمقربين بما قال الله العظيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمؤمنين بما قال الله العظيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. اللهم صل عليه صلاة تشرح بها الصدور وتهون بها الأمور تنكشف بها الستور وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة الركن والمقام عاما بعد عام. اللهم طهر نفوسنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزق كل مريض مسلم صبرا كصبر أيوب. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انقلهم من ضيق القبور ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا هادم اللذات
وانقطعت منا الشهوات. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وانقطع منا الصوت. اللهم ارحمنا إذا عجز منا اللسان وارتخت اليدان وبردت القدمان وشخصت العينان. اللهم ارحمنا إذا غسلونا وإذا كفنونا وعلى الأكتاف حملونا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به من علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في قبورنا نورا ويوم القيامة شفيعا لنا وعلى الصراط حجابا وسترا من النار. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم النار أعبر يا مؤمن فإن نورك أطفأ ناري. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا شربة ماء من يدي حبيبك محمد لا نظمأ بعدها أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.